جامعة النهرين تستقبل الوفد الوزاري المكلف بتفقد سير العملية الامتحانية في المؤسسات التعليمية والذي تضمن وفد من قسم المكاتب الاستشارية ودائرة البحث والتطوير. بسم الله الرحمن الرحيم انطلقت اليوم على بركة الله الامتحان التنافسي في كلية الهندسة جامعة النهرين ويتضمن الامتحان امتحان لتقديم الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه لتسع اقسام علمية. عدد الطلبة المتقدمين واللي امتحنوا اليوم واللي يمتحنون حاليا 225 طالب في اختصاصات مختلفة. وتم تهيئة القاعات من ناحية التكييف ومن ناحية الأمور الأخرى والأسئلة حسب التعليمات الوزارية. وكذلك زارتنا لجنة وزارية من جهاز الإشراف والتقويم للإطلاع على سير الامتحانات. والامور تجري بهدوء وانسيابيه عاليه. وهدفت الزياره الى تفقد سير الامتحان التنافسي للمتقدمين للقبول في الدراسات العليا للعام الدراسي 2022 2023 في جامعه النهرين. على بركه الله هذا اليوم الخميس 19/5/2022 طلقت الامتحانات التنافسيه لطلبة الدراسات العليا المرشحين الدراسات العليا واللي بلغ عددهم 43 مرشح 30 البرامج الأكاديمية و13 للدراسات العليا المهنية اللي مخصصة لمستشارية الأمن الوطني ومؤسسات الدولة الأمنية الأخرى الحقيقة اليوم زارنا أيضا وفد وزاري من وزارة التعليم العالي للاطلاع على واقع الامتحان وتهيئة المتطلبات والتباعد الاجتماعي وتوفير الأمور الأخرى بالقاعات الدراسية من تبريد وغيرها وعدد المراقبين وغيرها والحمد لله كان اكو رضا عن الاجراءات اللي تبعتها الكليه وان شاء الله احنا حريصين على يعني اكمال الامتحان بشكل كامل ان شاء الله بشكل ناجح. هذا وجاء التقييم وفق استماره تفقديه حملت معايير علميه وعمليه اشيد وفقها بالاجراءات المقدمه من قبل جامعه النهرين بوصفها ملبيه للطموح ومقدمه لكافه التسهيلات اللازمه للطلبه الممتحنين. امير غازي جامعه النهرين